السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ريبحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أولا يا شباب مبروك لكل الناجحين إن شاء الله في الشهادة الإعدادية. النهاردة جبت لكم موقع يعني ناس كتير بتبحث عنه، اللي عايز يشوف ابنه نجح أو إيه النتيجة بتاعته هيقدر يخش على الموقع دوت. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. ما تنسوش يا شباب تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. اي حاجة هتفيد الناس هنقدر هنشرحها على القناة وهنزلها لكم. بس قبل اي شيء اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. الموقع اللي معانا يا شباب هتحط هنا رقم الجلوس وهتعمل عرض نتيجة، هيجيب لك النتيجة بتاعت ابنك او بنتك قد ايه وبس. يا شباب ده كان موقع النهاردة نتيجة الشهادة الاعدادية. وبكده اكون يا شباب انتهيت من الشرح، ولا تنسونا من الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.